نشوف ازاي الشيف المغازي عنده البراعه في ان هو يلف سمبوسه 100 حبه في 100 ثانيه. يا جمالك، حلو الكلام. سمبوسه يعني جبنه قريش، يعني عجينه السمبوسه، ودي موجوده في اي محلات دلوقتي. ولما بقول لحضراتكم رمضان له تفاصيل تانيه في مصر، بتاع الكنافه بتلاقيه شغال، بتاع القطايف شغال، بتاع الرقاق شغال، بتاع السمبوسه شغال، الجبنه القريش بتتباع، ومعانا معلتين دقيق في قلب الميه. الله على الشوربه، ايه الريحه الحلوه دي يا شيف؟ ايه الجبال ده؟ شوربه فراخ بايته عندي في التلاجه من امبارح، او شوربه لحمه ما اقولكيش، ريحتها احسن من بتاعت امبارح. والطعم مظبوطه، شويه ملح، شويه فلفل، ومقادير السمبوسه على الشاشه عباره عن جبنه قريش، ومعانا بقدونس، معانا شويه كمون انا بحبهم مع الجبنه القريش، سنه فلفله حلوه، وما تنسيش كمان معلقتين دي في شويه ميه حلوين علشان نلف السمبوسه مع بعض. وتعالوا هنلفها دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. حاضر، معانا جبنه قريش، حطينا عليها شويه كمون كمان اهوت، وحطيت عليها شويه بقدونس، وهلف لي دلوقتي خمسه سته حلوين كده، ومعايا القلايه بتاعتي احمر فيها الايه؟ السمبوسه اهوت. لا دي مش هتاخد بيض. الله عليك، ايه ده انت مركزه معانا بقى؟ قالت لي انت مره عملت نفس الخلطه وحطيت لها بيض لما عملتها مع الاسبرينج رولز، انما مع السمبوسه لا. السمبوسه انا عايز هنا من القلايه او من المكان اللي هقلي فيه، يعني الطاسه تحمر لي العجينه. شفت الله، شفت المثلث ده؟ مثلث متساوي الاضلاع، ضلع قد الضلع التاني اهو، كمان واحده. ركزوا معايا فيها دي كده قبل رمضان ما يخلص، عايزك في رمضان يخلص تكوني يعني لهلوبه في لف السمبوسه. خلي بالك اهو، شفت العجينة اهي زي ما هي، واحدة اهي وحطها في ايدي كده اهو. تفاصيل تفاصيل فرسان التلفزيون المصري اهو. بص اللفة دي أهم حاجة اهو، وهي التركاية دي، واجي كده اهو، مثلث متساوي الأضلاع اهو اهو، واجي هنا قافلها كده اهو، بس خلاص طلعت. تلفها بقى بموزاريلا، تلفها بقريش، تلفها بجبنة شيدر، مفيش مشكلة اهو. خلينا نلف سمبوسة كده شوية حلوين كده اهو، تاني اهو. السمبوسه تعمليها بالفراخ، تعمليها بالجمبري، تعمليها بالسي فود، تعمليها باللحمه، تعمليها بالموزاريلا، تعمليها بالخضار، زي ما انت عايزه اهو. شفتي اخر واحده؟ معلش عشان عايز احمرها اهو. الله اهو، زي الفل. هاخد دول كده واروح عند الزيت ونصلي على رسول الله. اخبارك الزيت ايه؟ بسم الله اهو، يلا اللهم صل على النبي اهو اهو. زيت رايق وفايق اهو اهو. الزيت ده لما تيجي تحمري فيه تاني بتوطى عليه خالص، تحط عليه شويه ملح، وبعدين تسيبيه لما يروق تصفيه، وتاخدي اللي فوق كله اللي على الوش، وتسيب الارضيه اللي فيها الربش وفيها الفضلات الصغيره والنواعم بتاعت نتيجه القلي. اللهم صل على النبي اهو، كتير اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهو. ملت اهو، ادي السمبوسه، نجهز طبق التقديم بتاعنا لطبق سمبوسه حلو. انا والله المغرب بيأذن، هم حبتين سمبوسه حبيتين تمر، خلصت. واحد يصلي المغرب، يشرب عصير، يسخن باي حاجه كده، يصلي العشاء والتراويح، وبعد كده اقعد اكل اللي انا عايزه بقى. نمت بقى، ما نمتش يبقى انا معايا الليل واخره. انما لما بنتقل بقى الواحد بينام، لا بيصلي لا مغرب ولا عشاء. والله وده حرام يعني. احنا اي نعم رمضان جميل وكل حاجه والدنيا حلوه، بس لازم برضو مش موضوع اكل وبس، خلوا بالكم. طبعا مش محتاجين حضراتكم، انا مش يعني ايه موعظه، لا انا بقول يعني اللي بيجي زي ما بتعامل والحياه اليوميه ما بتكلم يعني. خاصه في العشر الاواخر اللي جايين دول، تجاره مع الله، جبران الخاطر كل ده زي الفل. تعال نطلعها يا عم الشيف. سمبوسة
لسه اللحمه اصبر عليها عشان تستعجل على اللحمه ليه يا فاروق؟ اللحمه دي لسه المغرب هيأذن ويستوت يا ما استوتش، خلي بالك دي عايزه ساعتين من ساعه ما انا حطيتها في الفرن، خلي بالك عشان نتكلم الصراحه. اه لا ايه ايوه ما تخافيش ده لسه الزيت ايه رايق والله اشوف خيالي فيه اهو. اللهم صل على النبي. اه ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوت ده؟ صوت يجوع. رمضان كريم يا اخوانا، رمضان كريم، رمضان كريم. اهو اهو شويه سمبوسه ذهبي ذهبي، اللون الذهبي اللون اللي يجوع. اهو الف انا وشفا. كفيها بقى زي ما قلت باي حشوه انت حباها، التوبنج حسب الرغبه. اكتر حاجه واكتر سمبوسه هي بالجبنه الموزاريلا. يا سلام لما تاخد سنه بقدونس حلوه ولا ريحان، يا ويلي. اه الموزاريلا، اه